وجاء جماعة من الناس معهم مغلول ومقتول، واحد مغلول مكبل وواحد مقتول، فقالوا له: يا عاصم، يا قيس، هذا المغلول ابن أخيك، قتل ابنك، قتل ابنك وهو جالس في مجلسه، ماذا فعل قيس بن عاصم؟ قال الأحنف: فوالله ما غير مجلسه وما حل حبوته، نادى على ابن له وقال له: بني، خذ أخيك المقتول فواريه، وأطلق ابن عمك، وخذ 100 من الإبل واعطيها لأمه فإنها غريبة. حلم ما أحلمه، كانوا يتعلمون الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلموا العلم، فإن العلم بدون حلم طيش، وقد يضر صاحبه. قد يكون الرجل عنده بعض العلم ولكنه ليس حليما، فيضر بعلمه ولا ينفع به أحد. الحلم والرفق والأناه والخلق الحسن، قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك ويربيهم على ذلك، بل وكان السلف رضي الله عنهم من أحلم الناس. الإمام أحمد سجن وضرب وشرد وسالت دماؤه في محنة خلق القرآن، وهناك أحد ممن كان يعادي الإمام أحمد رجعت إليه نفسه وعزت عليه مقالته، فذهب إلى الإمام أحمد في السجن وقال له: يا إمام، لقد قلنا ما قلنا فيك، فافعل ما شئت فينا، فنحن نستحق ذلك. هل قال الإمام أحمد: الآن اليوم ضيعت اللبن، فهل كان ذلك أولا؟ ما قال ذلك، وإنما قال له: يا هذا، أنت في حل مما قلت، وكل من آذاني في حل، وأبلغ أبا إسحاق، أي المعتصم، وأبلغ أبا إسحاق أنه في حل مما فعل. ما كان يتشفى لنفسه، هل دعا عليهم؟ هل قنت عليهم؟ هل آذاهم؟ لا، حلم عليهم الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هناك رجل يعاديه اسمه ابن مخلوف، وكان ابن مخلوف من فقهاء المالكية، وكان يحط على شيخ الإسلام كثيرا، وكان يعاديه كثيرا، وكان دائما يسبه في المجالس ويعنف مقالته فيه. ففي يوم من الأيام مات ابن مخلوف، فعلم بذلك ابن القيم، فأخذ الخبر وأسرع إلى منزل شيخ الإسلام ابن تيمية مبشرا إياه، قال: أبشر يا شيخ الإسلام، فقد مات ابن مخلوف. ماذا فعل ابن تيمية؟ هل قال: الحمد لله، مبتدع ضال وقد هلك، وحمد الله عز وجل وسجد شكرا؟ ما فعل ذلك. ماذا فعل ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: إنا لله. وكان ابن القيم يستغرب ذلك بعدما آذاه، قال: إنا لله. وذهب وأخذ نفسه إلى بيت أولاد ابن مخلوف، فطرق عليهم الباب ففتحوا له، فابتسم في وجههم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني لكم مكان أبيكم، فإذا احتجتم شيئا فإني موجود، فاطلبوا مني فإني والد لكم. حلم، كانوا يتعلمون الحلم قبل العلم، وهذا ابن مخلوف الذي كان يعاديه في مذهبه
في مذهبه كان مبتدعا. الآن تجد الإخوة مثلا يختلفون في مسألة ما، قد يتهاجر ويتزاجر ويشنع حربا شعواء بلا سبب. ما السبب في ذلك؟ أين الحلم؟ أين الرفق؟ أين الأناة؟ أين سعة الصدر؟ الإمام الشافعي رحمه الله ناظر يوما أحد جلسائه فاختلفوا في مسألة وانفض المجلس، فذهب الشافعي إليه بالليل وقال: يا أبا محمد، ألا نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفنا لكن تبقى الأخوة، هذا الرابط القوي بيننا لا يفرقنا، لا نتفرق من أجل اختلافنا في مسألة. ألا نتفق، ألا نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ما أعقل الشافعي، ما أعقله. شيخ الإسلام نفسه كان يمشي في أحد ضواحي القاهرة فمشى خلفه بعض المبتدعة فضربوه وآذوه، فذهب شيخ الإسلام وجراحه تسيل إلى أحد المساجد، فعلمت بذلك القبائل فذهبوا إليه زرافات ووحدانا، ذهبوا إلى شيخ الإسلام وقالوا: يا إمام، نفعل ونفعل، نقلب عليهم ضواحيهم ونهدم عليهم بيوتهم، إنهم ضلال، إنهم كذا وكذا. هل استجاب لهم شيخ الإسلام؟ لا. قال لهم: وهل يحل ما تقولونه؟ فقالوا له: يا إمام، وهل يحل ما فعلوا بك؟ هل يحل ما فعلوه بك؟ فقال شيخ الإسلام: الحق إما لي وإما لكم وإما لله، فإن كان لي فهم في حل، وإن كان لكم فاسمعوا أمري، وإن كان لله فالله يفعل ما يشاء. كلام ربانيين، وانفض المجلس بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية في عهد الملك الناصر انقلبت دولته وخسر حكومته واستولى على الحكم بيبرس المظفر، فبعد فترة لما انتصر بيبرس وآل له الحكم انفض العلماء من عند الناصر إلى عند الظاهر بيبرس، فاستطاع الناصر أن يجمع قواه وأن يستعيد دولته واستعاد الحكم مرة ثانية، فرجع إليه العلماء، علماء سلاطين، علماء سلاطين، كما قال أحدهم: ألقينا الحب ليلقط العلماء فلقطوا جميعا إلا سفيان فقد أعيانا. فأراد الناصر أن ينتقم منهم لأنهم متقلبون، ففرج عن شيخ الإسلام وكان في السجن، فجاء شيخ الإسلام وهم جالسون، فأخذه الناصر وأخذ يشافهه ببعض الكلام، فقال له الناصر: يا إمام، إن هؤلاء قد كفروك وبدعوك وفسقوك، فاليوم يومك، ماذا أفعل فيهم؟ إن شئت لقتلتهم جميعا. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ قال: نعم، اقتلهم، هم ضلال، هم كذا، هم كذا، هم كذا. ما فعل ذلك، وإنما أخذ الناصر وأخذ يحدثه حتى ارتفع صوت شيخ الإسلام وقال له: يا أيها الملك، لئن قتلت هؤلاء فقد يزول ملكك، فهم خير ثلة، هم علماء ربانيون، فلا يجوز لك قتلهم، فلا يجوز لك قتلهم. وأخذ يقول ويمدح فيهم، وأخذ وجه الناصر يتلون بالرغم ما قالوه على شيخ الإسلام. فقال الناصر: يا أمير يا شيخ، هذه فتاويهم بأيديهم، أفتوا فيها بكفرك وبزندقتك وبكذا وبكذا. فما تراجع شيخ الإسلام عن مقالته، ثم خرج وانصرف. إنه الحلم أيها الإخوة، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد إمام الهدى ومصباح الدجى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا كله دائر مع الحلم وسعة الصدر والأناة والرفق وحسن الخلق، كلها فروع تصب في معين واحد. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يطوف بالبيت، فجاءت قدمه على قدم أحد الناس وهو جالس، فغضب هذا الرجل وما كان يعرف أنه أمير المؤمنين. قال: يا هذا، أأنت أعمى؟ وعمر ما كان يمشي بمفرده، وإنما كان يمشي مع رجال وحراس. أأنت أعمى؟ فنظر إليه عمر بن عبد العزيز وهو يبتسم، ما قال: خذوه واذبحوه واقتلوه وافعلوا وافعلوا وافعلوا، أنا أعمى يا ابن كذا وكذا، ما قال ذلك. وإنما نظر إليه عمر بن عبد العزيز وابتسم وقال له: لا. فسئل عمر: كيف فعلت؟ قال: يا إخوان، الرجل سألني: أنت أعمى؟ قلت له: لا، وانفض الأمر وقضي الأمر. هل انهدت مكة؟ هل فعل شيء؟ هو سألني فأجبته، ما ضركم؟ الوزير ابن هبيرة كان يملي على أصحابه يوما كتابا في الفقه، وهو كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، فكان يأتي على مسألة فقال فيها: هذه من مفردات الإمام أحمد، أي تفرد بها وقال هذا القول الإمام أحمد. فقام رجل اسمه محمد الأشيري وهو من فقهاء المالكية فقال: يا إمام، بل قال بذلك الإمام مالك. فقال الوزير ابن هبيرة: بل هي من مفردات الإمام أحمد. فقال محمد الأشيري: بل قال بها مالك. فقال ابن هبيرة: هذه الكتب فابحثوا. فبحث طلاب العلم في المسألة فوجدوا أن الإمام أحمد قد تفرد بها. فقال محمد الأشيري: وأنا أقول بل قال بها الإمام مالك. فقال له ابن هبيرة: أبهيمة أنت؟ ما تفهم؟ أقول لك تفرد بها أحمد وهذه كتبهم، وتقول قال بها مالك، أبهيمة أنت؟ فسكت الرجل. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ هل ستذهب إلى هذا الشيخ مرة ثانية؟ سبك وقال: أنت بهيمة، ماذا تفعل؟ هل ستحضر عنده مرة ثانية؟ في اليوم التالي جاء محمد الأشيري وكان في أول الصف وجلس أمام الوزير ابن هبيرة، فجاء الرجل ليقرأ ويشرح ابن هبيرة، فقال: قف أيها الناس، لقد قلت لهذا الرجل بالأمس كذا وكذا، وأنا الآن أطلب منه أن يقول لي مثل ما قلت له. أي أنه يطلب من محمد الأشيري أن يقول له: أنت بهيمة. فقال محمد الأشيري: يا إمام، أنا لا أقول ذلك أبدا، لا أقول ذلك، أنت شيخنا وأنا المخطئ وأنا كذا وأنا كذا، كيف أقول لك ذلك؟ توقير العلماء، هم الذين يحملون الرسالة ويحملون الدين على رؤوسهم، هم أمانته وهم حفظته وهم أوعيته، فيبجلوا. فقال: أنا أقول ذلك، قطعت لساني إن قلته،
قال والله لا تقولن فالقصاص. وكان ابن هبيرة هو الوزير، هو الحاكم، هو وزير الدولة، فقال له والله لن أقولها أبدا. فلما يأس منه ابن هبيرة قال له مر بعطاء، يعني هل عليك ديون أسدها؟ يريد أن يفعل شيئا حتى يكفر عن خطيئته. فقال محمد الأشعري علي 100 دينار بأرض الشام. فقال ابن هبيرة سدوا دينه وامدحوه في الآفاق يا أخي غفر الله لي ولك. حلم العلماء وحلم الأنبياء، والله عز وجل هو الحليم العفو. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته ذلك، كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الخلق، كيف كسب العلماء قلوب الناس. هل تريد أن تكسب قلب الناس أو قلوب الناس؟ فكن حليما، كن رفيقا، لا تكن فظا غليظا، كما قال الله عز وجل لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا، بل كان حليما، ما كان ينطق إلا بالكلم المنتقى. جاءه رجل وجذبه من حاشية ثوبه وقال يا محمد اعطني من مال الله، فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. يا أخي أنت تطلب، اطلب بإحسان، اطلب بإحسان، هذا ليس أسلوبا في الطلب. ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فهم به عمر، قال لا، أعطوه عطاء. قال يا أعربي رضيت؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه عطاء آخر، يا أعربي أرضيت؟ قال لا. أعطوه عطاء آخر، أرضيت؟ قال نعم وجزاك الله خيرا. فذهب الرجل فحدثته نفسه ما الذي جعله يفعل ذلك، ورجع وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت منه ناقته أو راحلته، فكلما جرى خلفها الناس زادوها شرودا وبعدا، حتى جاء صاحبها وأتى لها بخشاش من الأرض وفعل لها كذا، فجاءت فخطمها فأمسكها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.